مئة عام مرت على رجال، والله عندما نتذكر الأحياء منهم والأموات علينا أن ننحني لهم. في كل الأزمنة كانوا رجالاً. نحن لا نتحدث عن الحكام يذهبون ويأتون مثل الذباب، ولكن أنا أتحدث عن الليوث الأسود الحقيقيون المتعلقون برائحة الأرض، بالتربة، بالبطولة، بالعنوان. أما الباقون من مستشارون أجانب ودوليون، أقولها للجميع، والله 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 كانوا يقفون أمام قادتنا يتعلمون، وكانوا يتفاجؤون ومنذهلون من الخطط التي كان يضعها هؤلاء القادة. ولما أتحدث عن القائد الميداني، القائد اللي نام وبندقيته على صدره، قالوها في مراكز دراسات وقالوا هذه جيوش الكون وهؤلاء المستشارون اللي خبصوا الدنيا بيها 10 سنين، يلا نطرد داعش من كف فردان ابن الملحة وشد الشرغد بالحشد الشعبي وبجهاز مكافحة الإرهاب وبالشرطة الداخلية الاتحادية وبالداخلية وبالأمن الوطني، ومشوا وهدوا الولد. يا فلان لك، يا فلتان، يا دراسات استراتيجية، يا مدري منو، خلوا ما يندل شاربة. خسأ كل الذين راهنوا عليه أن ينتهي، ولكنه أبى أن يسمع إلا نداء الوطن. ونحن ننحني لهم ونفتخر بأننا نطاطي رؤوسنا لقادتنا وللذين يحاولون أن يزيفوا التاريخ هذا الجيش العظيم. فأقولها بصوت عراقي عالي هادر باسم كل العراقيين، أن النصر العراقي لا فضل لزيد أو عمرو عليه، وأن من قاد النصر ومن كتب النصر هم القادة العراقيون.